كابتن ايمن النهارده في المباراه. يا كابتن علاء خليك بس معايا، لان النهارده يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه يعني. صح. لما يبقى لاعبي الفريق النادي الاهلي عارفين القانون والحكام مش عارفين، دي تبقى مشكله، مشكله بجد. عندنا لعبه كابتن علاء، اول مره اشوف ركله مرمى بيتحسب منها تسلل. يعني احنا حسنا بنقول حتى الحكام تحت الاختبار ركله المرمى، رميه التماس، ركله ركنيه، ما فيش فيهم تسلل يا كابتن بلال. لا مش مركز يعني، ما خدش باله يعني، هو ما خدش باله كابتن، والحكم ما خدش باله بس كابتن، حكم المباراه طبعا، والحكم ما خدش باله. لا طبعا. طب سؤال يا كابتن، هي لو الشحات راح جاب جول، سؤال مفيش فار صح النهارده؟ مفيش فار يا كابتن بلال، يعني هذا غير معقول، مش حاجه اسمها ما خدش باله. صحيح ما خدش باله، يبقى يقعد في البيت ما يحكمش. لا يا كابتن، لا لا، النهارده انت بتلعب في اعلى مسابقه في الدوري المصري. طبعا كابتن، انا النهارده كحكم مساعد فقدت تركيزي، حكم المباراه، انا كحكم مباراه معاك ومنكشن، اقول له نزل من فضلك. طبعا الكره جايه من ركله مرمى الف ب دي، مفيش بقى فيها فصال يا كابتن جهاد، ولا تقدير ولا اجتهاد ولا الكلام ده. هو الحكم ما كانش مركز يا كابتن. طبعا ده قانون. الحاجه الثانيه يا كابتن، انا النهارده بحط طاقم تحكيم مباراه ايا كان، منتخب سيرس محترم جدا النادي الاهلي، ومفيش فار، يبقى انا النهارده بحط افضل الحكام. صح. سواء كان حكم الميدان يا كابتن بلال او حكام المساعدين، لان النهارده بنشوف ركله مرمى ده حسين شحات راح قال له مفيش تسلل من ركله المرمى. مظبوط. الكابتن سيد حفيظ قال له مفيش تسلل من ركله مرمى. انما اللعبه دي يا كابتن تيجي في الدوري المصري اعلى مسابقه او في كاس مصر للحكام، لا هنا لازم نكون في وقفه كابتن من لجنه الحكام مع حكامها. طيب الحكم عرف الخطا، استئناف اللعب. خلاص يا كابتن انا صفرت. خلاص انا صفرت يا كابتن، ما هو الصفاره طلعت على تسلل. أيوة. خلاص انا وقفت اللعب، خلاص ما اقدرش استأنف تاني او ارجع تاني. انا بس بقول المشكله يا كابتن بلال، بلال انت مهاجم وانت فاهم القانون، فبتقف في موقف تسلل لان دي ركله مرمى. مظبوط. اتعاملت ورحت رايح دايس عليها ورحت جايب جون. السؤال جون، المساعد يرفع والحكم صفر. لا كان علينا الحكام حيونا، كان فرقش. لا يا كابتن، يا كابتن ايمن، هنا انا بقول بس هنا في ناقوس خطر لابد. الحكام يا جماعه عشان لها امتحانات من غير حاجه مش عيب. صح كابتن، اختبارات القانون مهمه جدا جدا جدا. التركيز، ما تقوليش تركيز، هقول لك لو تركيز اتفقد من الحكم المساعد يبقى مش مع الحكم. مظبوط. يعني لو من هنا ما الحكم المساعد اتفقد التركيز ما يبقاش مع الحكم. انا على فكره بلوم الحكم اكتر. الاثنين يا كابتن. طبعا. الحكم مسؤول عن المباراه. طبعا مسؤوله كامله. دي حاله بتلخص بس هنشوف الكلام والحاله يا كابتن، واشوف لعيبه النادي الاهلي اللي فاهمين القانون والحكام مش فاهمين. ما حدش يزعل مني. يعني بعض الحكام هتزعل مني، لا ما حدش يزعل مني. جماعه نذاكر القانون ونشوف. ده في كوره كابتن يا ريت تكون جايبها برضو عند اللاينزمان يا سمير. بعد حسين الشحات يا سمير. ماشي اتفضل. هنبدا بقى من اول ركله المرمى كده عشان بس نوضح، نقول ان ركله المرمى ما فيش فيها تسلل يا جماعه، حتى لو اللاعب واقف جنب جون هناك. هنا الشناوي بيلعب الكوره كابتن، خلاص الشحات فاهم كويس قوي قوي قوي. تمام. الحكم مساعد رفع والحكم رفع صفر مع الحكم. غرقه الشحات هنا بقى، بيقول له هنا ايه؟ بيقول له هنا يا كابتن ياسر الشحات، كابتن سيد يا جماعه ما ينفعش انا اللاعب يقول لي القانون ايه؟ لا هرجع تاني اسيب، معلش تاني للناس، للجمهور، للاعبين، للاجهزه الفنيه، ركله المرمى لا يحتسب منها تسلل يا جماعه. هنا لو الشحات راح انفراد او كان لاعب لوحده خالص وجاب جون، ماذا لو جاب جون والفار مش موجود؟ دي حاله يا كابتن تلخص كابتن شريف ان لابد ان يكون في وقفه، اختبارات لابد تبقى مع الحكام للقانون يا كابتن عادل. مفيش كبير، الحكم طالما بيحكم بدوره ممتاز يتعمل له اختبار في القانون، ومع ذلك اللي يرصف القانون يقعد. دي حاله بس بتلخص فيها اللي حصل.